عينيها مقفولة خالص، هنشوف بقى حكاية عينيها دي. بس مش عارف، هي مش حاسة بالضوء، بس هي اما لقيت الدفى وكلت هديت يا عيني. وعندها برد على ما اعتقد اهي، وعندها برد فظيع في عينيها في مناخيرها ولا ايه يا عيني. لازم نحل الموضوع ده. متنبهة اهي، هي متنبهة. هي خايفة لسه، مش واخدة اللي بيحصل ده يا عيني. طيب هنعمل لها اللازم. سوكا ده ذكر، جي ار بقى. ايه نسميك جي ار؟ نسميك جي ار يا عيني. ده برد ووشه مبهدل. ده بصي وشه مبهدل. ده هيبقى ذكر جامد ده. بس الجو برد دلوقتي، اصبري. نرتب له، نقفل الشقه كلها ونحميه. الشقه متقفله والبلكونه دافيه ونروح لافين. والف واحطه في الباسكت بتاعه وادخله جوه تحت اللمبه يدفى بقى. بس لازم نظبط له عين الاول. لازم جيجي يشوف. هنسميه ايه بقى؟ جار؟ جار؟ اخر الكلام؟ بوش مش عاجبني. بوش اتهرس في 100 اغنيه. خلاص يبقى جار. ايه روزي مستجم ازاي؟ يعني بيعطس. عنده برد. ده متبهدل يا عيني. ده شفت الواد يوسف جابه عامل ازاي؟ ما هو اليومين اللي فاتوا دول كانوا صعبين قوي. ده كويس ان هو عدى من اليومين البرد اللي فاتوا دول، ما ماتش. وليه داخله لك مع نفسها كده؟ ده يوسف لا داخل ماشي عامي اعمى، مش شايف، ماشي عمال يخبط كده، ماشي جنب الحيطه يحك. يا عيني اف ريحته وحشة. لا يا حبيبي ما تخافش، ده انا بقول اف من ريحتك مش اف منك. ريحته وحشة لما عطس يا عيني. لا 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 ده متبهدل. بص حتى رجليه متبهدلة ازاي. ديله بقولك ده عايز حماية. طيب ده هيتظبط بقى، ده هيتظبط تظبيطة حلو. هو كده كل ونام وارتاح عشان بس يستحمل معانا. هو قلت على فكرة، ده أول ما جيت كان نو 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 مش مبطل. جوع جوع والبرد. هو مجرد ما كل ونام، ده بقاله دلوقتي كده كام؟ 24 ساعة نايم. فحلو كده ياكل وينام. هو سمير كل ما يصحى يديله أكل ينام، يديله أكل ينام. لا ده سمير امبارح اعتنى بيه قوي، كل ما يصحى يديله سريلاك وينيمه. يديله سريلاك. وهو مجرد ما بياخد السريلاك ويخش الدفا يسكت. يا سلام. أيوه عشان مسكين خالص. هنظبطه بقى. تابعونا بقى عشان تشوفوا العملية يا جماعة. شوفوا عملية إنقاذ القط جي آر. نعمل له عملية جراحية فعلا. يا عسل. تابعونا. أهو. يا عيني. هاتي طاقة الشفة يعني كده؟ أهو. مش شايف. ياه دي مقفولة خالص. ما أنا بقول لك. ياه عايز نظافة وعايز. هي مفقوعة؟ لا مش مفقوعة. متأكد؟ يعني شبه متأكد ان هو كده بدأ يعمص، معنى كده ان هو بدأت ايه؟ جسمه يدفى وابتدت عينيه يجري فيها السوائل. بس هي الأجزاء المقفولة دي لازم نلحق نفتحها قبل ما عينه يحصل فيها ايه؟ بكتيريا تعميه خالص. يعني يا رب نلحق حتى عين واحدة.
يا عيني. هنجزه هنجزه هنجزه، هنظبطه ون بصي هو حاسس بيا ان ما انت دفيناه بقى واكلناه، انا كده ماما بقى. انت كده ماما وانا بابا صح؟ فهو كده حاسس بالايه، بالاطمئنان، هو ما بينوناوش ومش خايف اهو. بصي مطمن ازاي اهو. عسل، مالك جعان؟ ده جسمه معضم، ده معضم خالص يا عيني. معرفش انا اقول منها لله امه اللي رميته الرميه السودة دي. اه والله صحيح، بس امه قطه برضو غلبانه تلاقيها مرميه في الشارع، ولا تلاقي حد مربي ورماه مثلا. الله حرام يا عيني يا عيني يا عيني. بصي بصي متع متع يا عسل. ما انا ماما بقى بالنسبه له هو كده بقى. ده جعان بيدور على، عارف ان قطه زي كده الواحد يكسب فيها ثواب. والله دور. بصي بصي بيدور على بيز امه بقى. يا عسل يا عسل. بجد والله قطه زي كده الواحد يكسب فيها ثواب. دي حين ده جسمها من جوه مكتل في حاجه، دي لازم تستحمى. يعني انت قصه ابو هريره اللي دخل الجنه بسبب القطه دي. ابو هريره ده حقيقي. هم سموه ابو هريره نسبا لان هو كان بيأوي القطط يعني. ده هو مش دخل الجنه عشان القطط، هو كان طيب. ابو هريره ده رضي الله عنه وارضاه، ده حد من الائمه يعني. لكن 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 واسمع قصه تانية حقيقيه، بيقول لك ان واحده كانت بتكنس البيت بالمقشه اللي هي البلح اللي هي بتاعت اللي بيبقى فيها عرجوم البلح. اللي بياخدوا منها البلح ويبقى العبش بتاعها ده. وليها يد مقشة. فشافت قطة ضربتها بالمقشة ده بجد. ايوه فعلا. القطة ماتت، بيقول لك دخلت النار بسببها. والله عيني. بصي الدفى مبسوط بس يعني بايظة خالص. يعني كفايه والنبي عشان ده انا والله العظيم جسمي وجعني. مش لا لا ده هيتظبط، ده جي ار ده هيبقى احسن قط في الدنيا. عسل بس صغنن 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 خالص. واحنا بنعرف نغذي الحاجات دي. انا بحب بسرعه، بحب القطط الحاجات دي بحبها. هتكبر بسرعه. صعبوا عليا بصراحه. روح بصي 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 ما يروح. يا عسل يا عسل شبط في ايدي. ده عنده حاجة، عنده حاجة تحت رقبته. استني ايه يا حاجة، انت جاية من الشارع مليانة امراض الدنيا ولا ايه؟ ده طيب احنا هنعمل لها اللازم، هنعمل لها اللازم ان شاء الله. تعطس لسه؟ طب كفاية عشان بقى لما نعالجها يبقى نعرف هعرف ابوسها طول ما هي كده. لا لا بوس مين؟ لا لا دي كده دخليها دلوقتي في الدفا لما نجهز لها حاجتها. ماشي. دي لسه بتفوق اهي، لسه بتفوق وتنضف في ايديها. يا عسل يا عسل دي جعانه. خلاص اصبري اصبري اصبري. اخلي سمير ياكلها سريلاك. اتحركت اهي جعانه. يعني بطنها كانت فاضيه خالص من امبارح وهي عماله تاكل وتنام. يا عسل يا عسل. يا عسل يا عسل. هتاكلي هتاكلي وهتظبطي. يلا دي عسل دي تنضف نفسها. دلعها دلوقتي؟ لا فقت شويه بس ما تخديهاش. عايزه حد ينضفها عشان كده هي بتلحس في نفسها. يا عسل صغننه. بصي خلاص كفايه هز فيها، عايز اركز. انا ما بزهقش، ده هي اللي بتتحرك والله. طيب ايه اللي عماله تلف؟ يا عسل ماشي، هي مستمتعه بالدفء. دي جعانه، دي جعانه بتلحس الاكل اللي على ايديها مكان الاكل اللي كان بياكله سمير. ده بتهرش في بقها يا ستي، بتهرش. ايدي بتلحس في الاكل اهي. ماشي مطع. خلي سمير ياكلها دلوقتي سريلاك اهي، الاكل مكان على ايديها اهو. ما ده اكل الستي، ما تعرفيش كان كل ما يجي ياكلها هي عماله تضرب بايدها على بقها، كانت عندها انهيار عصبي الظاهر. خلاص ادخلها وخلي سمير ياكلها. كل ده بنصور والاغاني شغاله.